سنجد في التاريخ الإنساني على مر العصور كنوزاً لصور وأشكال ظلت مخفية، وما زلنا في رحلة البحث عنها دائماً لمحاولة الكشف عن ماهيتها ومعرفة أماكن وجودها خلف جدار البشرية. نتعلم منها ونقتبس من ماضينا لنرسم حاضرنا ونرى من خلالها مستقبلنا بداخلنا للوصول للكنز واكتشاف الخبيئة. مجموعة الأمير منجك اليوسفي. في مصر تنتظم القبور كأنها سطور تاريخ، المدينة والكتاب ترابها، الكل مر من هنا، فمصر تقبل كل من أتاها مسالما أو مؤمنا. أمر بها وأقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتتار، وما أدراك أهل الله والهلاك والفقراء والملاك والنساك، فيها كل من وطئ الثرى فيما مضى، كانوا الهوامش في الكتاب فأصبحوا نص المدينة قبلنا. أتراها ضاقت اليوم علينا وحدنا؟ أيا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا؟ كانت مجرد كلمات عابرة لأحد شعراء الحرافيش من زمن فات، نطق بها لسان حالنا وحال غيرنا عندما يطأ بقدميه منطقة الدرب الأحمر بقلب قاهرة المعز ويمر من خلال بابها الأثري الضخم، تلك البوابة الشهيرة في التاريخ المملوكي لمصر، ويبدأ رحلته في شارع باب الوزير. هنا تسحر عينيك روعة المباني الأثرية الإسلامية الممتلئ بها الشارع العريق الذي يمتد تاريخه لقرون، إذ سكنه الأمراء والوزراء وعلية القوم ليتركوا خلفهم قصورهم وبيوتهم ومساجدهم، تحفا معمارية تبقى شاهدة على عصور وأحداث محفورة في الذاكرة التاريخية المصرية. هنا مسجد الأمير منجك اليوسفي الذي يقع بمنطقة الثغرة تحت قلعة الجبل خارج باب الوزير بالقاهرة بدرب المنشكية على يسار شارع باب الوداع للمتجه إلى قرافة باب الوزير بمنطقة الحطابة، وتبدأ من المنطقة المنخفضة خلف مجموعة منجك الأثرية تحديدا وأكثر توثيقا، فالصورة هناك أبلغ من أي كلام عند مداورة الحديث وإماطة اللثام عن خبيئة الأمير منجك الأثرية، لأننا منذ الوهلة الأولى وجدنا أن أصل الفكرة وجوهرها يكمن في خبيئة المكان ككل،
حيث تشعر بالرهبة والسكينة والمتاهة ومحاولة معرفة حدود المكان وخريطة الطريق مروراً بقبور الأموات ووصولاً بسماع نداء الحق حي على الفلاح يعانق السماء بمجرد رؤيتنا لمئذنة مسجد الأمير مانجك اليوسفي. صاحب هذا الأثر وهو مانجك اليوسفي هو أحد الأمراء لعصر المماليك البحرية، دولة المماليك البحرية اللي سميت بهذا الاسم لأنهم نشأوا في جزيرة الروضة بداية من عهد صالح نجم الدين أيوب، واستمرت من 648 هجرية حتى بداية دولة المماليك الجراكسة اللي كان على رأسها السلطان برقوق. من أشهر سلاطين هذه الفترة أو هذه الدولة كان الناصر محمد ابن قلاوون ابن المنصور قلاوون، واللي كان له العديد من الأمراء منهم مانجك اليوسفي اللي كان أحد الأمراء وكان يعمل سلاحدارا، وسلاحدار هي أحد الوظائف التي كانت موجودة أيام المماليك، ويعني زي نقدر نقول وزير الدفاع أو زي مسؤول الأسلحة ومسؤول الحروب الموجود في عهد الناصر محمد ابن قلاوون، وتدرب الحقيقة وتدرج في الوظائف حتى صار نائبا للسلطنة في دمشق، وبنى هذا الأثر اللي هو الحقيقة يعتبر أثرا مجموعة. احنا بنفرق دايما بين الأثر المفرد وبين المجموعة، هو بيضم الحقيقة مجموعة، هذه المجموعة عبارة عن زي مسجد وخانقاه وسبيل. عندما ذهبنا إلى المكان لم يتبقى منه سوى بقايا آثار ومشاهد شمس ساطعة وعبير قادم من الماضي العريق تفرض نفسها على أرض الواقع ومعها عبق التاريخ، ففي كل اتجاه يوجد أثر أو قصة أو حكاية أو أحداث ترتبط ارتباطا وثيقا بعصور وممالك انقرضت وتركت تراثها تتوارثه الأجيال هناك. وإن إلقاء الضوء على المكان وما حوله من حيث طبيعته وكيفية الحياة وسبل المعيشة فيه قديما في ذلك الوقت وكيفية الإنشاء والتعمير أعطى لنا تساؤلات كثيرة، كما أن عمل تصور وطرح واستعراض تاريخي وجغرافي له داخل عقولنا ليس بالأمر السهل، ولكنها مجرد محاولة لفهم مجريات الأمور من خلال البحث والوقوف على أولى عتبات المعرفة بداخل مجموعة الأمير مانجك الأثرية. ترجع أهمية هذه المنطقة في ذلك العصر المملوكي البحري كون هذا المكان الذي كان يسمى وقتها بالصغرة يطل على شارع باب الوداع. هذا الشارع كان السلاطين المماليك والأمراء يمرون به في طريقهم إلى الحج وإلى الحملات العسكرية، وأيضا طريق للتجار وطريق الجنازات التي كانت في صحراء المماليك، والواقع الآن خلف شارع صلاح سالم حيث كانت هذه المنطقة صحراء تتبع صحراء المماليك، ولم تكن أرافة باب الوزير في هذا الوقت بل كانت صحراء. وجد في هذا الأثر مزولة، وعندما أقول مزولة فهي الساعة الشمسية، وده يقودنا إلى كنوز معرفية كانت موجودة في أثارنا الإسلامية، لأن المزاول موجودة في كل مكان. الحقيقة الأثار بتاعتنا مليانة بالمزاول المثبتة أعلى الأعمدة، ويمكن فيه في الجامع الأزهر وفيه في أشياء وأثار أخرى كثيرة جدا. هذه المزاول اللي هي قائمة على قضيب من المعدن على لوحة رخامية
وظله بيشير إلى التدريج الخاص بالوقت أو بدخول الوقت، وكان يعرف به الأذان، حتى إن الأثر نفسه كان فيه من يعرف باسم الميقاتي، هذا الميقاتي اللي بيقوم بتحديد الزمن عن طريق هذه المزولة، ويقوم بإخبار المؤذن بدخول الأذان في وقت الظهر والعصر. أنشأ المسجد الأمير سيف الدين منجك اليوسفي عام 1349 من الميلاد، وجعل له صهاريج للمياه، وله منبر جميل فقدت كل حشواته، والمئذنة منفصلة عن المسجد تتميز بالفخامة والرشاقة. هذا الأمير كان يعني كان شجاعا مقداما تقيا، اعتمد عليه الأمراء والسلاطين في كثير من المهام، وتمنت به إلى أكثر من منطقة ووأد بها الفتن، فندب إلى ولاية حلب وطرابلس والشام، وفي مصر تقلد كثير من الوظائف الهامة، ففي عهد السلطان حسن تقلد الوزارة والاستدارية. أيضاً في مجموعة منجك مئذنة، مئذنة هامة جداً بتتكون من ثلاث طوابق على الطراز المملوكي. وعندما أقول على الطراز المملوكي، فإحنا دايماً بنعرف تاريخ الأثر من شيئين، من المئذنة ومن المنبر. فالمئذنة دائماً في عصر دولة المماليك بيكون لها قاعدة مربعة، وبيكون لها بدن إما أسطواني أو مسمن، ثم يعلو ذلك جوسق. جوسق أي مجموعة من الأعمدة التي تحمل خوزة، وهذه الخوزة لها طراز موحد في عصر دولة المماليك، وهو طراز الشمعة أو طراز القلة، القلة اللي هي غطى القلة الموجودة قديما، أو طراز الشمعة، وده طراز مميز، يمكن بتميز قوي بزي مئذنة كده قايد باي، أو مئذنة قنصوة الغولي اللي في الجامع الأزهر اللي دايما بتيجي تأتي في الأذان، ده طراز. هنشوف في هذه المجموعة خبيئة عظيمة، وهي السرداب أو الدهليز، الدهليز بالمصطلح الإسلامي أو السرداب بالمصطلح الفرعوني، حيث يقع السرداب خلفي هنا. يوجد الباب الحالي من القبة الضريحية، وهناك باب مسدود آخر في عند يمين الداخل إلى هذا الدهليز، نجد باب مسدود ثم ينحرف الداخل يسارا ثم يمينا حوالي 24 متر، ثم نجد باب سري مغلق الآن، ثم ينحرف السرداب جهة اليمين حوالي 20 متر، ثم نجد غلق السرداب بسبب المباني الحديثة في المنطقة، وربما كان هذا الدهليز ممر هروب، خاصة أن كانت عقيدة التولي السلطة في العصر المملوكي لمن غلب، وكان الأمير منجك بسبب حكمته وشجاعته وثقة السلاطين له كانت تدبر له المكائد من قبل الأمراء الحاقدين عليه.
ولكن في النهاية يبقى الرأي المهم والأهم والحقيقة المؤكدة بأن هذا المكان يمثل كنزا وقيمة أثرية مهمة في تاريخنا الحضاري والإسلامي، في صورة مجموعة أثرية باقية ومحتفظة ببعض عناصرها المعمارية، والتي ما زالت قائمة ومفتوحة أمام المصلين والزوار حتى يومنا هذا، ومعروفة باسم الأمير مهنجك اليوسفي، ذلك الاسم المملوكي الذي ارتبط بوجود المماليك، والذي أعطى لنا نبذة عن تاريخهم وعمارتهم في مكان يمثل حضارتهم ومعنى وحياة وكيانا، ليظل معه التاريخ وحده شاهد عيان من خلال أحداث وأسرار وآثار ما زالت باقية حتى يومنا هذا، تروي لنا الكثير من قصص البناء والتشييد والإعمار، وتبوح للعالم أجمع بأصالة المصري القديم والصميم في الطبع والطابع والشكل والجوهر، وتحكي لنا عن تفرده بالعبقرية دون سواه في رحلة البحث عن الحقيقة والكشف عن الخبيئة. مهنجك اليوسفي الحقيقة بيعتبر يعني خبيئة للآثار وخبيئة للمعلومات وخبيئة للمعارف المختلفة اللي بتمدنا بها هذا الأثر الصغير في حجمه ولكن الكبير جدا في قيمته.